النهاردة بإذن الله الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا ومميزة، هي قوارب البطاطس محشية بالدجاج زي ما انتوا شايفين، عليها صوص بشاميل وجبنة موزاريلا. الوصفة بسيطة جدا، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. تابعونا للآخر وقولولنا ايه رأيكم في التعليقات. يلا نبدأ. بسم الله. بطاطس المحشية بتاعتي، مكوناتها عندي بطاطس غسلتها كويس قوي، عندي فلفل قطعته مكعبات، فلفل اصفر وفلفل اخضر، اي نوع فلفل متوفر عندكم، عندي بصلة، عندي جبنة موزاريلا او شيدر على حسب اللي موجود، برضو عندي زيت زيتون حطيت فيه شوية زعتر، عندي دجاج قطعته قطع صغيرة وتبلته بابريكا، ملح، فلفل اسود، شوية بقدونس مفروم، ونص معلقة صغيرة جوز الطيب. وهنبدأ نشتغل، واي مكونات تانية هنضيفها ان شاء الله هنقول عليها واحنا شغالين. يلا بينا يا جماعة. دي البطاطس بتاعتي كلها قورتها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، ودي البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين دهنتها بالزيت والزعتر بعد طبعا ما قورتها، وهبدأ ادخلها الفرن. دلوقتي انا حطيت شوية زيت وهنزل بالبصلة بتاعتي، دلوقتي هنزل بقى بقطع الفراخ اللي انا عملتها او الدجاج، دلوقتي هنزل بالفلفل بتاعي، هبدأ اعلق. انا كنت متبله الفراخ وحاطه لها البهارات بتاعتها، بس انا دلوقتي هضيف مكعب ماجي وشويه ملح صغيره. دلوقتي يا جماعه انا هبدا اعمل صلصه البشاميل بتاعتي، وطبعا كلنا عارفين بنعمل صلصه البشاميل ازاي. ده صوص البشاميل بتاعي يا جماعه، ده القوام بتاعه، انا مش عاوزاه تقيل. دي البطاطس بتاعتي يا جماعه بعد ما خرجت من الفرن. الفراخ بتاعتي يا جماعه حطيت عليها بقدونس مفروم، ده صوص البشاميل بتاعي، وهبدا احشي البطاطس. دلوقتي يا جماعه انا حطيت معلقه بشاميل في كل البطاطس بتاعتي، وهبدأ انزل بالفراخ. بعد ما حطيت الفراخ هحط معلقة بشاميل عليها زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي احط الجبنة بتاعتي عشان ادخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين بحط شوية بابريكا، دي صينية البطاطس البشاميل. مش هتاخد منكم 10 دقايق والريحة تجنن.